بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم وفي جهودكم. يسعدنا ويشرفنا أساتذتنا الكرام، علماءنا الأحبة، باحثين الأفاضل، أن أكون معكم. أنا محدثكم عدنان قلعجي، عضو من أعضاء فريق منصة أريد العلمية، أن أكون معكم بهذه المحاضرة القيمة التي تقام على هامش فعاليات المحفل العلمي الدولي 13 في ماليزيا. والمحاضرة تحت عنوان التحول الأخضر بفضل الابتكار، استحداث استراتيجيات تدوير النفايات لتحقيق التنمية المستدامة في عصر التحول الرقمي، والتي تقدمها لنا سعادة الأستاذة الدكتورة نورة كرم الله محمد صالح، وإليكم نبذة مختصرة من سيرتها الذاتية. الأستاذة الدكتورة نورة كرم الله محمد صالح أستاذة في الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية بجامعة البنية التحتية كوالالمبور، بروفيسور مشارك في كلية الطب البيطري قسم الأحياء الدقيقة بجامعة بحري السودان، بروفيسور متعاون بجامعة بان أفريكان بنيجيريا، مسؤول سابق عن قسم الأحياء الدقيقة بجامعة بحري السودان، حاصلة على درجة الدكتوراه والماجستير في الأحياء الدقيقة والأحياء الجزيئية من جامعة الخرطوم، حاصلة على البكالوريوس في الطب البيطري من جامعة الزقازيق بمصر، عضو الجمعيات الأمريكية والسودانية والماليزية للأحياء الدقيقة، عضو جمعية الجينات الماليزية، وعضو جمعية الأحياء الجزيئية والكيمياء الحيوية في ماليزيا، عضو الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد، مراجع متطوع ل11 مجلة علمية منها سكوبوس ومنها كيو 1 وكيو 2، منسق البحوث بقسم الزراعة والبيوتكنولوجيا بجامعة البنية التحتية، عضو المراجعة الداخلية ومراقبة الجودة بجامعة البنية التحتية، عضو لجنة إعداد ومراجعة المناهج والبرامج في البيوتكنولوجيا، مستشار لأربع روابط طلابية عالمية في جامعة البنية التحتية كوالالمبور، خبرة في الإشراف على بحوث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، محكمة للعديد من الأوراق العلمية، وقامت بنشر أكثر من 40 ورقة علمية، وشاركت في تأليف ونشر 2 من الكتب العلمية. حياكم الله سعادة الدكتورة، وبارك الله فيكم، ولكم صلاحية القاعة كاملة فعلى بركة الله. تفضلي سعادة الدكتورة، المايك معك والصلاحية. اوكي، السلام عليكم. معلش نأسف للعطل الفني الطارئ. فنتحدث عن التحول الأخضر بفعل الابتكار، استحداث استراتيجيات تدوير النفايات لتحقيق التنمية المستدامة في عصر التحول الرقمي. للموضوع عندنا محاور أساسية، اللي هي محاور العرض. المحور الأول عندنا هو عبارة عن تصنيف النفايات. العرض الثاني عبارة عن تدوير النفايات للاستفادة منها والتخلص منها. المحور الثالث هنتحدث عن التنمية المستدامة. المحور الرابع هنتحدث عن مواضيع أخرى، ومنها اللي هي نحن المواضيع اللي نحن عملنا من فيها بحوث في تدوير بعض النفايات. فالمقدمة في الموضوع إن المشكلة العالمية الكبرى اليوم هي كما نعرف كلنا تلوث التربة والماء والهواء، مما أدى لتغيير حتى في المناخ بثقب الأوزون وتغيير ملموس. يعني ما هي التكنولوجيا الحيوية؟ طيب، التكنولوجيا الحيوية هي استخدام علم الأحياء. تكنولوجيا طبعا عارفينها، حيوية الأحياء الدقيقة لتطوير منتجات جديدة
وللتخلص من النفايات والملوثات في البيئة بهدف تحسين صحة الإنسان وتحسين المجتمع والبيئة. للتكنولوجيا الحيوية طبعا هي موجودة أصلا منذ الأزل القديمة جدا جدا، ما من اكتشاف التخمير كان بواسطة لويس باستير، هو اكتشف الواين الريد واين الخمرة عن تدوير بقايا العنب في المزرعة صدفة يعني. فمن الزمن ذاك استمرت التخمير واستمرينا في تطويره بالبحوث ومنتجات جديدة، ومنها طبعا الخبز كلنا عارفينه، وإنتاج اللقاحات الفاكسينز، وإنتاج البترول البيولوجي اللي هو البايو فيول، وتدوير النفايات ومخلفات النباتية بإنتاج أحماض أمينية، وبإنتاج الكريمات للجسم وللشعر، وإنتاج الكوزموتكس يعني، وبكل منتجات كثيرة جدا في التخلص من النفايات. وللتخلص من تلك الملوثات لابد من تفكيكها الأول، فما ممكن نحن نستخدم الملوث بكامل، أول نعمل له سورت أوت نجي نفككه، وده ما بيعتمد على منظومة المعالجة البيولوجية، حيث بتركز عمل التجريب على استخدام مجتمع ميكروبي مغلق، يعني بنستخدم كائنات حية. الكائنات الحية طبعا هي صغيرة لا ترى بالعين المجردة إلا بالمجهر، فبنعزلها وتتكاثر ونعزلها بطريقة، لازم أنت تكون البكتيريا اللي بتشتغل عليها تكون بيور، تكون نظيفة غير ملوثة ببكتيريا أخرى أو بفطر آخر، لأنه كلمة آخر معناها منتج آخر، ممكن المنتج الآخر ده بيكون مضر للصحة ويديك نتائج عكس ما كنت تتوقع إنها تجي. لازم تتخير وتعزل البكتيريا المفككة للتلوث أو للأوساخ، تتفكك لمواد هيدروكربونية، والمواد الكربوهيدرينية تتفكك وتدينا منتجات نستفيد منها في الحياة اليومية. طيب، ما هي النفايات وأنواعها؟ النفايات وأنواعها هي مجمل النفايات هي مجمل مخلفات الأنشطة الإنسانية المنزلية الزراعية الصناعية والإنتاجية، كلها متروكة في مكان ما تجمع ويحصل لها تصنيف لكي نواصل فيها عملية المعاملة، أي لفهمها أول لازم أنت تفهم النفايات حتى تبدأ الأبحاث بتاعتك. بتنقسم النفايات لخمسة أقسام. أولا النفايات العادية، النفايات العادية هي النفايات التي تتولد عادة من الأنشطة اليومية مثل النفايات المنزلية ومخلفات البناء، يعني قشر الشمام، قشر البطيخ، بقايا الرز، بقايا الخبز، قشر الموز، قشر الأناناس، عندنا موبايلك يتكسر، عندك المواد الإلكترونية بعض، دي كلها تعتبر مخلفات أو نفايات عادية. عندنا النفايات الطبية في المستشفيات، وهي النفايات اللي هي بتطلع مع تصريف المياه أو في غير المياه الملوثة، حتكون في نفايات تاني من المستشفى حتى إذا كان أكل المستشفى، فممكن يكون فيها بكتيريا أو جراثيم معدية وضارة، ودي لازم تتعامل بمعاملة خاصة لأنها أخطر من المجموعة الأولى من النفايات. النفايات الخاصة برضو دي خطرة، لأنها دي تعتبر من النفايات التي تتطلب وجود واحد على الأقل من الخصائص الخطرة مثل السمية أو الممرضة أو قابلة للانفجار أو قابلة للاشتعال أو التآكل، فدي برضو عندها معاملات خاصة، والناس اللي بيشتغلوا عليها برضو عندهم طرق حماية خاصة. عندنا النفايات الزراعية، والنفايات الزراعية دي أكثر نفايات مفيدة، هي النفايات الناتجة عن الأنشطة الإنتاجية في القطاع الزراعي مثل الفضلات وذبائح الحيوانات، المواشي والدواجن،
والأحياء المائية والمحصولات الزراعية الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال. دي بننتج منها كمية ضخمة جدا من المنتجات البيولوجية، فدي مهمة خالص خالص خالص. المخلفات الزراعية، النفايات الصناعية هي جميع النفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتعدينية، ومخلفات المصافي وصناعة النفط والغاز وصناعة البتروكيميائية ومحطات الطاقة وما في حكمها، مثل البرادة والانسكابات والطين الصناعي، كل هذه مخلفات صناعية خطرة جدا على البيئة. ومن أخطارها إنها بتحلل تحليل النفايات يؤدي لتسرب ما تحتويه النفايات من سموم تتسرب لمصادر المياه، سواء كانت مياه جوفية أو مياه سطحية، ودي كده وبرضه بتلوث التربة بصورة تؤثر على دورة الطعام، لجانب تلوث مياه الشرب. دورة الطعام يعني ممكن تمشي للنبات، النبات يمتصها، يمتص السموم، وإحنا نجي ناكل الخضروات أو ناكل السموم، فبالتالي نحن متضررين تضرر مباشر أو غير مباشر من النفايات لما تتحلل وسمومها تخش التربة. كما أن النفايات تبعث غازات، لاحظ أنه هي لوثت التربة المياه الجوفية، فعندها غازات مبعوثة منبعثة، فالغازات بتلوث الجو، بتؤدي لمخاطر كثيرة جدا على الإنسان وعلى النباتات والمخلوقات الحية، تؤثر على التنفس أولا إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة. كما أنها تؤذي النظر بما تسببه أكوام النفايات من طغيان على المناظر الطبيعية وتشويه للقيمة الجمالية التي يحرص عليها الإنسان. فنجي للمحور الثاني، وهو المحور المهم، اللي هو كيف ندور النفايات للاستفادة منها. أولاً نعرف مزايا وعيوب إعادة التدوير، يعني التدوير ده برضو عنده عيوب يعني، فنحن نشوف مزاياه أولا وبعدين نشوف عيوبه. تستخدم عملية إعادة التدوير، إعادة تدوير المواد القديمة وتحويلها لمنتجات جديدة، بالتالي بيقل الاعتماد على شنو؟ على المواد الخام الطبيعية، يعني ما بنستهلك المواد، توفير للمواد الخام الطبيعية لما يحافظ على الموارد الطبيعية. إعادة تدوير المواد القديمة والمستعملة بيقلل مساحات مكبات النفايات، مما يحدث من يحد من تلوث المياه والأراضي الجوفية وانبعاث الغازات طبعا وتدهور البيئة. فلاحظنا إنه الترند الآن بقى في الدسبين أو مكان تجمع النفايات مقسم ظاهر، هذا بيبر جلاس بلاستيك اند ميتال، يعني الناس الفاهمة على طول بس ماشية بتخد يعني اوتوماتيكلي التقسيم او السورتينج بقى واضح وسهل جدا لناس التدوير. عندنا التدوير بيلعب دور في الاقتصاد الخطي والاقتصاد الدائري، لاحظنا انه الاقتصاد الخطي بيجوا من الموردين بيجيبوا الحاجات للشركات التصنيع، شركات التصنيع بتوديها لبعض التصنيع بتديها الموزعون، الموزعين بودوها وين؟ للمستهلك. المستهلك بعد ذاك هو اللي بينتج النفايات. هنا بينتج النفايات، والنفايات مفروض يعني تتفرز من المكان هنا من بعد المستهلك. فجزء منها بيمشي للمكب النفايات وجزء كبير منها يدور. ده الاقتصاد الدائري، لاحظوا له انه هو يعني بيمثل اكثر من 60 70% من الاقتصاد الخطي. فالاقتصاد الدائري اعاده التدوير فبرجع تاني للموردين، الموردين ده الأول مصنعين، الموردين بيجيبوا المواد الخام طبعا بيقوموا بيدوها وين؟ وفي وحدات تخش طوالي للمصنع للتصنيع لإعادة التصنيع وتمشي للموزعين وهكذا. فدي الحلقة بتاعت الاقتصاد الدائري والاقتصاد الخطي وعلاقة التدوير في اقتصاد الدولة، يعني بيمثل جزء كبير جدا جدا ونحن للأسف مهملينه خالص. يعني حتى البايوتكنولوجي في الوطن العربي ضعيفة جدا، ما الترند يا دوب كده أوروبا نمبر ون، آسيا اللي هي جنوب شرق آسيا، ماليزيا والصين والهند واليابان هم بدوا في البايوتكنولوجي، والهند
اما الدول الثانيه يا دوبك لسه مبتدئه هم، وبالعكس احنا في الوطن العربي بياكلوا رز كتير، يعني عندنا التدوير كتير جدا وبنرمي حاجات كتيره خالص خالص. ما هي مزايا اعاده التدوير؟ اولا الحد من التلوث، طبعا عارفين انه اوتوماتيك، لانه نحن ما لما ندور النفايات كل الكلام اللي قلناه قبل هننتهي منه. نمبر 2 حماية البيئة، بيلعب دور كبير جدا في حماية البيئة. الحد من الاحتباس الحراري، زي ما قلنا الغازات السامة وغازات ثاني أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، دي كلها بتؤدي للاحتباس الحراري وتغيير المناخ. كثرة المصانع كثر الاحتباس الحراري، تغير الجو الآن. الحفاظ على الموارد الطبيعية، تستخدم عملية التدوير فإنك تحافظ على المواد الخام بتاعتك. تقليل مكبات النفايات واستخدام المستدام للموارد، فبيكون عندنا دائما موارد مستدامة ما بتكمل، لأنه النفايات ما بتكمل طبعا. وأخيرا توفير فرص العمل، إعادة التدوير طبعا بتخلق فرص عمل عديدة من المصانع والبحوث والمنتجات وبيعها طبعا. طيب نشوف شنو عيوب إعادة التدوير. أولا رأس المال، إعادة التدوير ما بتكون عملية منخفضة التكلفة في جميع الأحوال، فبناء وحدة لإعادة تدوير النفايات بتحتاج لرأس مال كبير عشان تبني وحدة يعني، ودي إضافة لتكاليف تانية متعلقة بشراء المركبات ورفع مستوى وحدة إعادة التدوير وتدريب السكان عشان تخط لهم اللي احنا بنقول عليها الخمارة، اللي هي الفيرمنتر أو البايو رياكتر، إذا عايز تخطها في حي معين عشان الناس الحي ده اللي يجوا يخطوا المكبات بتاعتهم هتوريهم تدريبهم، فبيكون محتاج لرأس مال كبير. ثانيا مواقع إعادة تدوير غير صحية وغير آمنة أكيد، فنحن الآن بصدد إنه نعمل إعادة التدوير في إنه ما ينبعث منها أي غاز، ودائما بنخط معاه معطرات عشان الروائح ما تطلع للناس. بعض المنتجات المعاد تدويرها ما لا تكون جيدة، التكلفة قد تكون عالية للمنتج اللي هو عيدنا تدويره. الآن النطاق صغير بالرغم من مزايا إعادة التدوير، إنه لم يتم تطوير هذه العملية ونشرها على نطاق واسع، فأتمنى إنه المنصة دي يكون لها دور كبير في نشر التوعية وتوسعة الفهم في التدوير ومنتجاته والفائدة منه. التنمية المستدامة في تدوير النفايات دي طبعا بتحقق أهداف كبيرة جدا، واللي هي أهداف التنمية المستدامة وأطار كثيرة جدا مشوا فيها، وانتم شايفين هذه الإمارات ويست تو انرجي، الإمارات مشت دور يعني مشت خطوات عالية جدا في تدوير المياه الصرف الصحي لطاقة كهربائية. أدت الزيادة في عدد سكان العالم وتكنولوجيا إنتاج محركات الاحتراق إلى ارتفاع الطلب على الوقود، والوقود التقليدي المشتق من الحفريات محدود طبعا، عارفين البايو الفوسل فيول أو البترول الإحفوري اللي هو الزيت الموجود في الأرض خلاص بدأ ينضب بدأ يقل، ومتوقع 2050 أو 2050 البترول هيكون ما في الأرض، عشان كده الناس لجأت للبترول الحيوي. وفي غضون سنوات قادمة يستخدم العالم ما يصل إلى 30 مليار برميل من النفط سنويا، وهو ما يقرب من استهلاكه بحلول خمسينيات القرن الحالي. يشكل توليد الوقود الحيوي من النفايات حل جذاب تجاه كل من إدارات النفايات وتوليد الطاقة. الناس لجأت لأنها تولد الوقود الحيوي. سو معالجة وتدوير النفايات وفقا للمعايير المعتمدة، لازم إن أي تفكر في إعادة التدوير لازم تعرف إيه هي المعايير المعتمدة عالميا.
هي تؤدي لتقليل معدل توليد النفايات للوصول لبيئة مستدامة ومناخ صحي. فنحن عندك أجندة وعندك رولز إنك تتبعها عالميا لإعادة التدوير. البند الرابع أو المحور الرابع هو المعالجة اللي هو مواضيع أخرى وبيانات أخرى، المعالجة الحيوية منها إنتاج البترول الطبيعي والغاز الحيوي، اللي هو الغاز الحيوي اللي هو الميثين غاز، ونشتغل به في البيت في الدفايات وفي الغاز، وتدوير. أنا هقدم لكم عرض من أبحاث اللي قمناها في جامعة البنية التحتية في كوالالمبور، جزء منها. فالتدوير لإنتاج الغاز الحيوي أو إنتاج الكهرباء في اليابان الآن بقى كل بيت بيركبوا له بايو رياكتر، اللي هي القبيلة أنا قلت بنقول عليها مخمرة في بيته. يعني كل واحد من الإخراج بتاعه من التواليت بتاعه بيطلع الكهرباء بتاعت البيت. يعني البيت هو بيمشي نفسه، ناس البيت نفسهم من الفلاشينج بتاع التواليت بيخش في البايورياكتر، بتتخمر بتنتج غاز الميثين للمطبخ وبتنتج كهرباء. فالناس اتطورت، يعني حتى ما في حد عايز بيدوروا حتى في نفسهم يعني. فانا شوف انا بعض ابحاث اشتغلت عليها، يعتبر الايثانول الحيوي البايو ايثانول الناتج عن تخمير فضلات الكتلة النباتية بواسطة البكتيريا والفطريات، مادة بديلة كصديق للبيئة وبديل للوقود الأحفوري. نجي نشوف، اشتغلت أنا في إنتاج الإيثانول من قشور البطيخ عن طريق التسكير أو التخمير. قشور البطيخ جمعناها، عصرناها، عملنا لها خلطناها، استخلصنا منها سكر، خلطناها بالخميرة العادية، خميرة الخبز البيكريز أو السكارومايسيس سيرفيسي، وأنتجت لنا كفاءة عالية من البترول الحيوي، اللي هي شدنا 0.44 من 100 جرام بالجرام من دي الكفاءة بتاعة البترول، أو 86% بعد 24 ساعة، بس 86% من ال 86% كمية الغاز المنتج من تخمير 10 مليغرام بترول. اشتغلنا برضو على الكوزماس ميلو أو قشر الشمام، وأدى إنتاجية عالية بس أقل من البطيخ بسيط. أعلى حاجة كانت قشور الأناناس، من الجرام الواحد على قشور الأناناس أدتنا كفاءة عالية وأدتنا بترول عالي، وكمية اللقاح كانت معنوية جدا جدا للغاية يعني. ونشر كل الكلام ده نشر في مجلات أبحاث عالمية سكوبس. تاني خلطنا قشر الأناناس مع الجاك فروت، واشتغلنا المرة دي عليه بنوعين من الفطريات، خلطنا نوعين من الفطريات، خلطنا الفطر الترايكوديرما معاه خميرة البير الاثنين، والاثنين ساعدوا بعض ودونا كمية عالية من الغاز الحيوي. وتشير النتائج إلى المستقبل الواعد لإنتاج الإيثانول من النفايات السليلوزية على نطاق واسع. كل النباتات اللي فيها السليلوز اللي هي بتوعد بغاز. ثانيا أنتجنا الهيدروجين الحيوي اللي هو من بكتيريا جديدة، بكتيريا لا هوائية تحت الأرض بتعيش على عمق متر. البكتيريا دي بتسبب أخوتها يعني معاهم بتسبب التتنس، اللي هو التتنس طبعا بيكون الصدى في الحديد بيحجز الهواء، هي بتعيش بين الصدى والحديد، عشان كده لما تنجرح بحديدة مصدية بتعمل لك تتنس. فالبكتيريا دي نحن بنعزلها من التربة جوة على بعد 80 سنتيمتر، يعني متر إلا شوية،
على أساس إنه ما في أكسجين جوا، فبنجي نخمر بيها المواد النشوية في جو لا هوائي، فبتنتج هيدروجين، غاز الهيدروجين. عالجنا التربة الملوثة بالبترول بالنفط ببكتيريا التخمر، الخميرة السكارومايسيس سيرفيسي العادية بتاعت الخبز، وأظهرت نتائج مذهلة جدا جدا. التربة فككت سوء البكتيريا سوري فطر الخميرة، فكك البترول الملخبط مع التربة، التربة رجعت بكفاءتها العالية، وشلنا التربة من محطات البترول محطات البنزين، جمعناهم وتاني جينا عملنا كنترول في المعمل، لوثنا التربة مخصوص ببترول واشتغلناها وقارناها بالتربة النظيفة. دي كل النتائج بتاعتها، وتم تسجيل تم تسجيل التدهور، النفط تدهور واضح بعد ما حضناها مع البكتيريا أو مع الفطر المكسر للكربوهيدرات. ثانيا اشتغلنا في قش الرز، و أنتجنا منه إنزيم، الإنزيم ده بيشتغل في مهم في الصناعات اسمه السيلولوز، سيلوليز إنزيم، وكانت النتائج برضو نسحنه ونرطبه شوية ونخلطه معاه البكتيريا أو الفطر، وبينتج إنزيم حيوي كفاءة عالية. اشتغلنا في نواة بتاعت النخيل، كعكة نواة النخيل دي بدوها علف للبقر اللي هم الضان والبقر، لأنه عندهم الكرش لو بتعرفوا إنها بطن مركبة من الكرش، فلكن الدواجن ما بتهضم الكعكة نواة النخيل دي، فإحنا اشتغلنا عليها في المعمل، جبنا فطر بكسر الألياف في المعمل خلطناه معاهم، والحمد لله بعد 3 أسابيع لقينا كمية الألياف اتكسرت خالص، لأنه الفطر بيفرز إنزيم اسمه منانيز، والفايبر بتاعتهم دي اسمها منان فايبر، فبمنانيز بيكسر المنان فايبر، والحمد لله ده كان لأول محاولة لتنجح، و زي براءة اختراع يعني، إنه الكيك أو كعكة نواة النخيل تستخدم كغذاء للدواجن، وبالتالي أضفنا للبلد منتج جديد. عندنا برضو قشر الرمان، قشر الرمان أو عصير الرمان، لكن نحن طبعا ناس التدوير ما بنشجع إنه الناس تستعمل الحاجة اللي ممكن يستفيد منها البشر، الإنسان بيشرب عصير الرمان فما بنشتغل عليه تدوير، فبنشيل قشر الرمان، فقشر الرمان لقيناه هو مضاد حيوي نفسه زيه زي التيترا سايكلين والأمبيكلوكس والبنسلين، فبيقتل جميع أنواع البكتيريا. نحن عندنا في المضادات الحيوية في عندنا مضادات حيوية بتقتل نوع معين جرام نيجاتيف أو واحدة تقتل الجرام بوزيتيف أو كده، لكن عندنا قشر الرمان ده برود سبيكتروم، يعني بيقتل كل أنواع البكتيريا حتى المضادة البكتيريا الأخرى، هو بيقتلها، وعشان كده مفيد جدا لجرثومة المعدة. فعليه عملنا توصية بعد البحث إنه الناس الصيدلة يصنعوا لنا منه حبوب أو كبسولات أو منه بودرة، لأنه شايفة ناس كثيرين جدا بيعانوا من جرثومة المعدة، وأنا أخوي برضو بيعاني من جرثومة المعدة عشان كده ركزت معاه يعني. ده اشتغلنا على الرز يا جماعة، وفضلات النشوية كلها جمعنا من المطاعم بقايا الرز وبقايا العيش الخبز وبقايا قشور الفواكه، بس احنا بنكون بنخت لنا كونتينرات في المطاعم وهم بيرموا لنا فيها الفضلات ما عدا اللحوم، ودورناها بنوعين من البكتيريا، وعملنا حاجة اسمها الهابي سويل، عملنا انتجنا أنتجنا البايو فيرتلايزر اللي هو سماد عضوي
للتربة وسميناها الهابي سويل. وهذه بس كانت منتجات تفاعلنا أو ريسيرش حقنا في التدوير. وطبعا أنا شغالة في التدوير النوع الأول، النفايات المنزلية أو النفايات الزراعية. فالناس بتشتغل حتى نفايات الموبايلات ونفايات اللابتوبات، بيطلع منها ذهب، ذهب وبلاتينيوم. فبيطلعوا لك من الموبايل الواحد ممكن يطلع لك 0.9 جرام اوف جولد يعني. فتدوير النفايات مهم جدا جدا. وفي الختام بوصي توصيات المحاضرة انه تتيح موضوعات تدوير النفايات الفرصة لإجراء أبحاث علمية مهمة ومفيدة للبيئة والمجتمع. وهنا توصياتنا تبدأ سوري تحليل التركيب الكيميائي والفيزيائي للمواد النفايات في الأول، أول تدرسها كويس قبل ما تبدأ العمل عليها. ثانيا تقنيات وعمليات التدوير، نبحث عن التقنيات الفعالة لتدوير النفايات مثل التحلل الحيوي، التحلل الكيميائي، التحليل الكيميائي، وإعادة التدوير البيولوجي. تقييم تأثيرات النفايات على البيئة والصحة، قم بدراسة تأثيرات النفايات على البيئة أولاً وصحة الإنسان والحياة البرية. لازم تعرف الكلام ده كله قبل ما تبدأ في الشغل. من اقتصاديات تدوير النفايات، أولاً تقوم بتحليل تكلفة تدوير النفايات عشان في النهاية المنتج بتاعك ما يطلع أغلى من المنتج اللي هو بيكون من المورد مباشر. لازم تشوف أنت إذا جمعت، طبعاً حتعين الناس يجمعوا لك النفايات، هيكون عندك كونتينرز أو براميل تجمع فيها النفايات، داير عربات تجيب لك النفايات من محل جمعتها لمكان المصنع او لمكان التدوير. عندك مكنات التدوير، مكنات التدوير دي زادة يعني عايز تخلط فيها شنو الحاجات اللي حتخلطها فيها. بعد ذاك حتعمل اكستراكشن، تشيل المنتج بتاعك وتمشي تعمل له اذا كان سائل، ما بيجيك كله ملخبط مع بعض، سائل وصلب. سائل وصلب. فعندك لازم انت تفصل to separate the solid from liquid. يعني كان المنتج بتاعك في السائل، انت الجزء الصلب ده احنا دايما بنوديه اغلب الاحيان بيكون علف، ما بنقدر، ما في حاجه بنقدر، ده تدوير يا جماعه. اذا منتجك في السائل، الصلب ده يا اما وديته علف للحيوانات او سماد للارض، والعكس صحيح. إذا كان المنتج بتاعك في الصلب، السائل ده بتعمل إعادة تدوير، تنظف المويه وتخلي المويه النظيفة تنزل الاستريم النهر. وانت كده عندك المنتج بتاعك في يدك. بعد ذاك الخطوة، بعد تفصل الصوليد من الليكويد أو السائل من الصلب، الخطوة اللي بعدها انت تصفي المنتج بتاعك، ما ملخبطه معاه الفطريات وملخبطه معاه البكتيريا. انا لازم افضيه من وفيه مويه تاني بيكون، وفيه حاجات يعني كبيتك بيل انت عشان تخمر بيها. فلازم اشيل المنتج بتاعي يكون صافي نظيف. بعدين في النهايه بجي اعمل له كونسنتريشن، اركزه يكون مركز، حتى بعدين اعمل له باكينج يعني اغلفه وابيعه. دي خطوات كلها انت مفروض تدرسها قبل ما تفكر انك تشتغل. قم بتحليل تكلفه تدوير النفايات مقارنة بالتخلص منها بطرق أخرى، وكيفية جعل عمليات التدوير المستدامة من الناحية الاقتصادية. سياسات وتشريعات التدوير، درس تأثير السياسات والتشريعات على تعزيز عمليات التدوير وتحقيق أهداف التنمية. لازم تشوف الحكومة السياسات والتشريعات اللي هي اللي بتسهل لك الشغل. توعية الجمهور، توعية الجمهور طبعا اكيد لازم. انا عايز اشتغل في معين، احنا في ماليزيا مثلا عندهم هم نظام الكومباوند، يعني انت لما تيجي داخل بالمدخل بيكون جوه في المربع ده في زي 100 بيت. يعني مثلا انت عندك 100 بيت، لازم تخش توريهم ده انت عامل شنو كده، وانا عايز النفايات بتاعتكم دي تنزل لي هنا في المكان الفلاني الفلاني. والتوعية مهمة جدا جدا. تدوير النفايات الخاصة، أبحث عن أساليب تدوير النفايات الخاصة بصناعات معينة
مثل البناء والهدم والصناعات الكيميائية والصناعات بغايا الأشجار أو بغايا الزراعة. تكنولوجيا الإنتاج النظيف استكشف كيفية دمج مفاهيم تكنولوجيا الإنتاج النظيف في عمليات تدوير النفايات. استدامة تدوير النفايات، أبحث عن سبل تعزيز استدامة عمليات تدوير النفايات من خلال تقليل من استهلاك الموارد وانبعاث الكربون. تقييم أثر البيئة، درس تأثيرات عمليات تدوير النفايات على التنوع البيولوجي والموارد المائية والهواء، عشان لأنه أنت بتدور حاجات بتأثر لك تجيب أثر سلبي تاني، فلازم أنت you have to be safe، يعني تكون safe بكل النواحي في أمان. تبني الجهات الحكومية والقطاع الخاص سياسات التحول الرقمي ومشروعات ومبادرات مبتكرة لتستثمر في صناعة تدوير النفايات بكافة أنواع بغرض تحويلها لطاقة ومنتجات أخرى يمكن الاستفادة منها، وذلك بما يتوافق مع نهج الاقتصاد الدائري كما ذكرنا، لتتمكن الدول من الانضمام لجهود العالم لتسريع التقدم في مختلف المسارات التي تساعد على التخفيف من تداعيات تغيير المناخ والتكيف معها ومعالجة الأضرار المرتبة عليها. كلمات أخيرة، بينما يرغب الجميع في الحصول على منصب ثابت، أظن منو فينا ما عاوز منصب ثابت، حاول أن تتذكر إنه الأمر يتعلق بك أنت كباحث معترف، سوري، كباحث معترف به على المستوى الوطني. يعني حاول تذكر انه الامر يتعلق بك ويتعلق بعلمائنا ناس الاحياء في منصه اريد وغير العلماء و لللايف ساينس او للمجال العلمي والمجال الادبي، كلنا الامر يخصنا. وفي ختام عرضي شكري جزيل لمنصه اريد وللجنة المنظمة للمؤتمر وكل المتابعين والمشتركين في منصة العلماء العرب، وأشكركم جزيلا على حسن الاستماع. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم سعادة الدكتورة، جزاكم الله خيرا. نفتح باب المداخلات، من أحب أن يطرح سؤالا على سعادة مرحبا. الدكتورة فليتفضل يرفع أداة اليد حتى نعطيه الصلاحية. نعم، معنا الأخ عمر دردور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكر موصول لكم أستاذنا وللأستاذة الفاضلة نورة على هذا الطرح العلمي القيم. حقيقة يعني في إطار الاقتصاد التدويري هناك عمل كبير، يعني سواء من الباحثين أو من الجهات المعنية، سواء الدولة أو قطاع العائلات وما إلى ذلك. شخصيا كانت لي فرصة للمشاركة في دورة تدريبية اللي هي إدارة النفايات المنزلية. طبعا النفايات المنزلية هذا كم كبير من النفايات تدخل يوميا يعني تضاف للكم الهائل أيضا الموجود من القطاعات الأخرى. المعالجة الحيوية مهمة جدا، يعني الاستخلاص أو الاستخراج الغازات الحيوية والسماد الحيوي وما إلى ذلك، حتى أنه عندنا تجربة طيبة في الجزائر، نحن في بصدد ربما إن شاء الله إنتاج الهيدروجين الأخضر. الأستاذة أيضا تكلمت على شيء مهم اللي هو المباني صديقة البيئة والذكية، يعني يتم تصريف النفايات بشكل انتقائي من البداية، يعني لا نتركها حتى ترمى يعني في الوديان وفي الأماكن يعني الغير اللائقة، ثم بعد ذلك نبدأ في إعادة استرجاعها يعني بشكل متعب وبشكل مكلف، يعني مسألة التكلفة أو الجدوى. إدخال قطاع العائلات ضمن منظومة تدوير النفايات يعني بشكل أساسي، لأنه اليوم العائلات من خلال البيوت والمنازل ومن خلال هي يعني فاعل أو عامل رئيسي من الأعوان، وبالتالي الجمع الانتقائي يبدأ من البيت، يعني من خلال حاويات متعددة الألوان يتم الوضع يعني النفايات حسب تصنيفها. أيضا التعليم أو التدريب والتعليم المبكر على حماية البيئة وتدوير النفايات في المدارس وفي المؤسسات وفي مختلف الأماكن. عندنا تجربة الجزائر فيه منتدى دولي حول النفايات سيعقد إن شاء الله في 2024،
وعندنا صالون دولي لاسترجاع النفايات يعقد سنويا باشراف الوكاله الوطنيه للنفايات. ايضا نذكر بضروره تعزيز الدوره او السلسله الغذائيه من خلال اعاده ربط الحلقات المفقوده، لانه الكثير من الحلقات المفقوده هي التي تجعل التكلفه سواء على البيئه او الانسان يعني باهظه. الرمان كما ذكر الاستاذ، الرمان من وسائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو استهلكناه بشكل سليم سيكون هو في ذاته يعني على شكله الطبيعي، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الرمان فانه دماغ للمعده، كلوه بشحمه. وبالتالي نحن نقلل من النفايات من خلال استهلاكنا الطبيعي ومن استهلاكنا ايضا بخصوص الطعام، لابد من احداث بنك الطعام، لانه فضل الطعام الكثير هو الذي يهدر ويرمى. لو تكون فيه المطاعم يعني تدخل في هذه المنظومه من خلال المسؤوليه الاجتماعيه لقل الهدر في الطعام، الا ما نذر يعني الا ما نذر من الطعام الذي يرمى ويكون شيء قليل. عندنا في الجزائر ايضا بعض المنظومات التدريبيه اللي هي سيانافو، هو مركز التكوين في البيئه، وعندنا سيان تي بي بي، هذا المركز الوطني للانتاج اكثر نقاء. نتكلم ايضا عن الاستدامه في استخدام المواد من خلال اطاله عمر الاستخدام، يعني هذه الاكياس البلاستيكيه وهذا ربما تصنع من مواد يعني صديقه للبيئه وتكون يعني عمر اطول من العمر البسيط انه الكيس مباشره يعني يهترئ. اقتصاد النفايات فيه دول تستورد النفايات، يعني فيه يقال انه في اوروبا كدوله سويسرا او النمسا وغيره بدات تستورد النفايات لضخها في بعض المحرقات التي تدخل في التركيبات الخاصه بالتسخين، تسخين البنايات وما الى ذلك. وهذا لا شك انه اذا استطعنا ضبط او ربط المنظومه ببعضها، يعني فيه نفايات تدخل للحرق وفي نفس الوقت تعطي طاقه، والطاقه هذه يتم بها تسخين المياه، والمياه تدخل في السخانات، والسخانات يعني تعطي التدفئه، وطبعا كله في اطار الحفاظ على البيئه والاستدامه وتقليل الانبعاثات السيئه. وشكرا جزيلا. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أستاذ عمر، نعم 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 نعم، معاك البوميجريت أو الرمان مفيد جدا جدا، ما لكن شاء الله. أنت بتشربه وبتاكله وترمي قشره، ليش ترمي قشره؟ في حد تاني بسعر أقل بيستفيد منه، والبيئة ما يعني بدل يلم الحشرات والذباب والناموس، في إنسان تاني دخله بسيط بيستفيد. فعشان كده بنقول إنه لازم تدرس الفيزيبيليتي بتاعت المنتج بتاعك، لازم نعم تشوف الاقتصاديه بتاعت المنتج. هل انت اذا جمعته وخمرته، جمعته وعزلت الفطر وخمرته وجيت اتبعت 5 خطوات البروسيسنج، اللي هي من الاول من التخمير والفصل والتركيز والتغليف وكله، إذا ممكن هو يكون بسعر أقل، ليش نحن نرميه؟ فنحن ضد إنه نرمي أي شيء. لا معاك في بنك نرميه يا الطعام، أستاذة، يا أستاذة يا دكتورة، أنا معاك في بنك الطعام، بس ما نرمي لا في لا المطاعم. أتكلم عن بنك الطعام، قبل بنك الطعام حتى الرومان يعني في ثقافتنا أنه أمهاتنا الكبيرات يعني يلبسن، يقومن بتيبيس القشور ثم بعد ذلك طحنها واستخدامها في نعم نعم قدرات نعم نعم للعلاج طبيعي. نعم 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 يعني هذا من تراثنا الطبي وتراثنا، هذا شيء طيب يعني، لأننا نسينا الكثير من ثقافتنا وتراثنا، وبالتالي ضاع علينا الكثير من الموارد يعني، وأصبحنا كل شيء معلب، كل شيء معبى، كل شيء يعني بثمن غالي يعني. نعم نحن نمشي أيوة. للناتشوراليتي. ايوه مرحبا. أستاذة نحن ندعوك للحضور الجزائر إذا كان عندك مداخلات، يعني نرحب بك ان لعلنا شاء نبعث الله. لك الرابط الخاص بالمنتدى الدولي للنفايات، ابعثي لي الايميل برك وانا ابعث لك ان شاء الله ان شاء الله. تمام، بارك الله فيكم. الله الدكتور يسلمك. طارق معنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. سعيد جدا أنه هذا المحفل كبير، يعني صراحة يخرج لنا مثل هذه الإبداعات العظيمة الكبيرة. دكتور طارق حمد الله أساسا خبير بي، وعملت أنا مجال الفاير إديوكيشن وبدائل الطاقة. صراحة دكتورة نور أنا حقيقة جدا صالح لهذا الإبداع وهذا الابتكار الكبير جدا والعظيم.
الله يسلمك. وكثير من البحوث، عشان كده بقول لازم يكون حتى من خلال هذا المحفل، لأنه يكون هنالك ربط ما بين البحوث والجامعات وبين مؤسسات الدول العربية المختلفة والدول كل دول العالم أقصد يعني، وخاصة الموجودين على منصة المحفل، على أساس أنه فعلا مثل هذه البحوث تخرج إلى التطبيق العملي على نطاق المدن في صورة تكون أوسع وأشمل من المجال البحثي، وده يمكن من خلال تجارب يعني من خلال عملنا الرسمي. يعني يمكن زرنا عدة دول سواء كان السويد ولا إيطاليا، كثير من الأبحاث بالذات في البايروميديشن شاهدنا تطبق على نطاق المدن بصورة واسعة وكبيرة. فصراحة المداخلة كانت عظيمة وكبيرة وجميلة جدا، لأنها متعددة متعددة في موضوع يتعلق بالبيئة، وبالذات نحن في هذه الأيام وربما المؤتمرات المناخ التي تناقش القضايا البيئية، يعني بعتبر حلول مبتكرة جدا ومبدعة، أن كثير من المشاكل اللي أصبحت الأرض لا تتحمل الكمية الضخمة جدا من النفايات، اللي أصبح عدد السكان متضاعف ومتضاعف بصورة مستمرة، وأيضا تتولد من خلاله نفايات، وأيضا زيادة التحضر أو المناطق الحضرية في المدن بصورة عامة. فأنا فعلا الورقة صراحة أنا أشيد بهذا الدور الكبير، ويمكن ده مجالنا نحن ذاتنا اللي كنا اشتغلنا عليه في رسميا، يعني أنه يكون فعلا هنالك الربط ما بين البحوث الموجودة إلى نطاق أوسع وأكبر وتطبيق أكبر على نطاق يشمل المدن والدولة بكاملها. فلذلك أنا أتمنى أنه كل ما ذكر يحول لعمل يعني فعلا تشارك فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بشأن النفايات. فصراحة أنا أعجبتني مثل هذه المداخلة القيمة والعظيمة، وأتمنى لها فعلا كل الموجودين والموجودين على هذا المحفل أنه يكون هنالك ربط بين كل هذه البحوث اللي يمكن نحن من ما بدأ المحفل نحن نشارك فيها ونستمع إليها، وهي عظيمة جدا. فأنا أشكر الدكتورة نورة على هذا الطرح القيم الجميل، بارك الله فيك. الله بارك يسلمك، الله الله فيك. يديك العافية، ألف شكر لك. شكرا. نعم، معنا أيضا نوال، الأخت نوال. تفضل الصلاحية معي. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتورة على المحاضرة، بس حبيت أتكلم. يعني أنا من اليمن، بالنسبة للنفايات وطريقة يعني تجميع النفايات، يعني أنا أتحدث عن بلادي، يعني اليمن توجد كثير من القوانين والالتزامات وكذا، والتشريعات الدولية قوانين يعني صفر. نلاحظ أن الدول، يعني الدول المتطورة زي ألمانيا حتى الهند، يعني توجد علشان تجميع النفايات، يعني البلاستيك، القوارب إلى آخره، حتى المواد الغذائية وإلى آخره، توجد يعني حق علب النفايات لكل مادة لون معين. نحن عندنا، نحن ما شاء الله يرموا القمامة كامل، وبعدين تجي ناس علشان عملية التدوير، ما تدوير، تنبش داخل القمامة الله يعزكم، وتخرج. يعني بدل ما يعني نعمل تدوير للنفايات، عاد نحن نخرب البيئة نفسها. لذلك يعني أول حاجة المفروض الدولة نفسها هي التي يعني إيش يتم توعيته، وبعدين المواطن البسيط. وشكرا جزيلا. أشكرك يا أخت، فعلا هي أنا الموضوع ده هو الشغل الشاغل بتاعنا إحنا، إنه نحن بنشتغل والدولة didn't support، يعني ما في support من الدولة، الدولة لا تدعمنا، يعني عرفتي، لكن نحن بنفسنا المنطقة اللي هنجمع منها النفايات بنمشي بنعمل لهم دروس توعية ونحفزهم على انه طبعا في ماليزيا ما في مشكله، ماليزيا بس بتخط الجهاز، والله هم لوحدهم بيخطوا الحاجات، لكن يعني دائما الوطن العربي اي يعني لو قلنا ما الوطن العربي، بعض دول اسيا برضو او افريقيا، كل الدول دي كده محتاجه وقف الحكومه
مع الباحثين. ليه؟ لأنه إذا رميت قارورة في الشارع تعاقب غرامة، إذا ما بعرف دي محتاجة كاميرات ومحتاجة حاجة إمكانيات عالية للدولة. فلكن إحنا إن شاء الله بنحاول نعمل بقدر ما نقدر إنه نحن نطبق شغلنا ده على الواقع. ومثلا أنا كفرد باحث عندي مجموعة بحثية، عندي القسم، عندي الكلية، عندي الجامعة، الآن عندي منصة أريد. منصة أريد ما شاء الله براها فيها أكثر من 2000 وشوية، 3000. فنحن بنحاول نوسع المعرفة، وده دورنا. وعشان كده أنا قاعدة هنا المنصة دي عشان أنشر الثقافة ديت، وأحتاج لسبورت. يعني إن شاء الله نحن حننظر للحاجة دي بنظرة أخرى في داخل المنصة. شكرا. إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نعم، باب المداخلات موجود، ومعنا الشراق. تفضلوا، صلاحية معكم. السلام عليكم وطيب الله أوقاتكم بكل خير. نشكر أهلا وسهلا. المنصة ونشكركم جميعا على هذه الأوراق العمل والأوراق البحثية العلمية المتميزة. فعلا فعلا يعني نحن في بحاجة لمثل هكذا مؤتمرات رائعة تفيدنا جميعا ككل. طبعا نحن لا يخفى عليكم أن نحن في يعني عصر التنمية المستدامة، وما يطلق على الرؤية التنمية المستدامة خلال يعني رؤية مستدامة خلال هذه السنوات. كثير من البلدان المتضررة والبلدان النامية بحاجة ماسة لمثل هذه الندوات والكثير بحاجة لها. الأستاذة المتفضلة بورقة العمل البحثية الخاصة بتدوير النفايات، يعني كانت الورقة جدا جيدة، ولكن نحن بحاجة إلى أولا رفع وعي للمجتمعات. المجتمعات مش فاهمين أساسا إيش اللي بيضرهم واللي بينفعهم. قبل ذلك نبدأ نعرفهم بمثلا أهداف التنمية المستدامة، نبدأ نرفع الوعي للمجتمعات في الأضرار الرئيسية التي تسببها النفايات، ومن ثم نبدأ بانطلاق كل في مكانه وموقعه وبلده. فهذا هو، وشكرا جزيلا لكم مرة أخرى على الأوراق العلمية البحثية الأكثر من رائعة. ألف شكر، ألف شكر. فعلا هو ده اللي احنا محتاجين، التوعية. شكرا لك وشكرا على مداخلتك. الله يسلمك. الله يكرمكم يا رب، جزاكم الله خيرا. نعم، في 3 دقائق هل يوجد مداخلة؟ نعم، فأخوتنا الأحباء، فقط للتنبيه وضعنا رابط التسجيل والحضور في الشات، بإمكانكم إن شاء الله الدخول، وسنضع إليكم رابط على اليوتيوب لكيفية الحصول على الشهادات، بإمكانكم الاطلاع عليه. نعم، الرابط موجود الآن إن شاء الله، وهو لطريقة الحصول على شهادات على شهادات المحفل. نعم، معنا الدكتور إبراهيم في عجالة، لو سمحت. تفضل دكتور إبراهيم، تفضل، معك الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، في عجالة لو سمحت، بقي معنا دقيقتين. إن شاء الله. أول شيء أشكركم يعني في منصة أريد لهذه المؤتمر الرائع، وأشكر الدكتور شديد عن هذه المحاضرة رائعة جدا، لكن بس أريد أنه لأنه لازم نربط بأنه لازم يفعل القوانين حماية البيئة تفعل بصورة يعني أكبر، حتى الناس تتوصل يعني في العلم، الناس العلماء مثل الدكتوره في الاحياء الدقيقه وغيره، لكن يجب ان تكون في مشاركه فعلا من القانونيين، انه قوانين حمايه المستهلك حمايه البيئه تكون مفعله، حتى انه
ثمرة هذه الجهود ما تضيع يعني إن شاء الله. هذا ما أردت الإضافة فيها يعني إن شاء الله. طيب شكرا بارك جزيلا. الله فيك دكتور، بارك الله فيك. ألف شكر لك، اتطرقت ليها أنا لو متذكر في نقطة واحدة من النقاط، لأنك أنت المفروض تستعد قبل ما نعم تبدأ التدوير، تشوف نعم تأمن كل جوانبك من الناحيات السياسية، الحكومات، القوانين، القرارات، تلوية البيئة، التكلفة، السمية، أنت تجهز نفسك كيف، عمالك كم، كل شيء، كل شيء أنت المفروض أولا تدرسه. وبعدين احنا دائما بنعمل ثلاثة تجارب، زي احنا بنقول عليها البايلوت سكيل، زي الطيارات، بتبدا من بنبدا ب 100 جرام، 100 جرام في المعمل، 100 جرام او كيلو، بعدين بنعمل 5 كيلو، 10 كيلو، 50 كيلو، حتى نمشي للاندستري سايز. يعني من احنا ما بننط مره واحده لانه خلاص اوكي ده المنتج بتاعي، لا، بنجرب في المعمل مرة مرتين ثلاثة، دائما 3 مرات، يعني إذا عندك إمكانية ممكن تعمل المرة الرابعة بس، لكن دائما بنعمل اللابوراتوري سكيل، البايلوت سكيل، الاندستريال سكيل. في الاندستريال سكيل بعدين دي انت بتكون متأكد اذا كان جرام من الويست، اذا كان كيلو من الويست اداك جرام واحد، طيب 2 كيلو هتديك 2 جرام، 3 كيلو هتديك 3 جرام، معناه انت المنتج بتاعك، الانتاجيه بتاعتك ثابته. بعدين طوال مره واحده بتمشي ل 50 كيلو، معناتها بتديك 50 جرام، اند سو اون، بتكبر كل مره، فبيكون يعني في ايرور بسيط، زي 0.2 0.3 كده، ما مشكله، دايما بتخد ايرور بسيط، فبالتالي انت بتقدم المنتج بتاعك للاندستري. شكرا جزيلا. أحسنت أحسنت دكتور، إن شاء الله يكون هذه المحاضرة في اليوتيوب موجودة. إن شاء الله بإذن الله سترفع على صفحة المحفل في منصة أريد العلمية. بارك الله بكم بارك وجزاكم الله الله عنا كل خير، شاكرين لكم سعادة الأستاذة الدكتورة نورة، كرم الله وبارك الله في جهودكم على هذه المعلومات الأكثر من قيمة. بارك الله الله يسلمك، فيكم وزادكم الله علما، اللهم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب. نعم، اللهم شكرا جزيلا، شكرا شكرا جزيلا، شكرا سعادة السلام الدكتورة، عليكم. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا.